هل يجوز أن أسلم على امرأة من الأقارب ابنة خال أو ابنة عم وتكبرني 20 عاما مع العلم أنها متزوجة وكانت تعطف علي وأنا صغير بمكانة الأم لأن أمي توفيت وأبي وأنا في 3 من عمري أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لا مانع من السلام على ابنة عمك أو ابنة خالك أو أي قريبة من قريباتك أو أي مسلمة ولو لم تكن قريبة. السلام المجرد باللفظ فقط بدون مصافحة، السلام بدون مصافحة على المرأة لا بأس به إذا لم يخشى منه فتنة، يعني كان مجرد سلام، ولا سيما إذا كانت هذه المرأة من أقاربك أو كانت لها فضل عليك كما ذكرت من حسن تربيتها لك وتعاهدها لمصالحك وأنت صغير، فمن البر بها والإحسان إليها صلتها بالسلام وبغيره، لأن هذا فيه مصلحة وليس فيه مضرة، وهو رد للجميل، فلا بأس أن تسلم عليها بدون مصافحة وأن تسألها عن حالها وأن تدعو لها.